تحية في قمة الكلاسيكو الأرجنتين الإيطالية ضد المنتخب الإيطالي. نعم الأرجنتين الإيطالية من أواخر القرن 19 بداية من 1880 هجرة جماعية من الطليان للأرجنتين، حيث تم رصد وصول أكثر من 2.5 مليون إيطالي للأرجنتينا في تعداد السكان الأخير في الأرجنتين البلاد الفضية. تم إحصاء أكثر من 25 مليون أرجنتيني بوصول إيطاليا. أيان كرايات الأندية كأس السوبر الأمريكي الجنوبي الأوروبي فنية تصب في صالح الأرجنتين. الأرجنتين يريد كأس ثانية على قميص الطليان العكسية والعاشر الوامبلي باطل الكومبول ديماري على دوناروما، ودوناروما 23 سنة الباريزي القادم من سان جيرمان في السير عام 83. ينطلق الميسي لارتيميو فرانكي الجديدة في العصر الحديث لمن ستكون للبو دي بول دي ماريا، دي ماريا وجورجيو بينوكيو كيليني. اسمح لي يا كيليني أن أودعك لآخر مرة مع سكوادرا تزورا. بينوكيو جورجينو جورجينو حط الكرة خطيرة، التسديدة والحارس اتصدى لولا كرة إيطاليا إيميلياسي لجولاثو. ينطلق ليونيل الدفاع ضرب ترجع كرة بصافرة الشيلي مازا خطا لبيسينا. أرجنتينا حط الكرة عرضية خطيرة الرأسية لا جت على منتخب إنجلترا. ترجع عن طريق الهجوم برناردسكي 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 لعب كرة في العمق ترجع كرة خطيرة خطيرة عرضية ومش ممكن ركنية. خلصها رقم 13 روميرو لعب سبيرس توتنهام العام اللي قبله كسامبر 54 وقتها لعبوا بالكولور فيردي اللون الأخضر الجرين بين أرقام. وفي هناك عقدة أرجنتينية في ويمبلي بالرأس حتالو لا جاب إيميليانو مارتينيز عن طريق بيلوتي. إيطاليا أفضل في هذه الدقائق. قلت فما عقدة للأرجنتين في ويمبلي يخليني نسميه مادام يلعب ويمس الكرة والكرة ترجع دي ماريا. يمشي ميسي خطيرة باش يشوط ليونيل خطيرة وصعبة وركنية للتانجو. مباراة فارت مباراة فيها متعة أكلمكم عنها بعد هذه الحملة الإيطالية خطيرة. مارسون في فاول في فاول جيبوا ديل بييرو. إيطاليا ما عندهاش مهاجم. أين أيامك يا التوبيلي يا فيالي أين أيامك. جال الكرة عن طريق ميسي خطير ميسي 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 جول 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 دي أرجنتينا لالبي سيليستين جول 1-0 للتانجو 1-0. أسيس جديد يا ليو أسيس جديد يا ميسي فينال آخر عن طريق هجوم حتى في الدفاع ترجع مرة ثانية تضرب 0 لسكوادرا دي إيطاليا. التسديدة والحارس الركنية. أي مباراة أي نهائي. مارتينيز يا مساء الخير حل اللعب حلوة برشا خطيرة والدفاع ولوتارو مارتينيز وفي فاول في فاول لإيطاليا في فاول لإيطاليا خطأ ضد لوتارو مارتينيز ديل إنتر. إيطاليا بعد يواصل الأرجنتين تفوقه كيليني وركنية لإيطاليا ركنية أوفسايد تسلم كرة لآخر قرار والدفاع ترجع كرة ضغط رهيب ميسي والحارس دوناروما. ميسي في فور كأس أوروبا جابوها بالروح كانوا الأفضل في رحم البطولة ياما فرق تولد في الدورات المجمعة. دي ماريا دي ماريا دي ماريا خطيرة وبرناردسكي برناردسكي برناردسكي حلوة فكرتها ولكن قوتي شو بلوتي ترجع الكرة مرة أخرى. ديلو الوحيد في كرة ثابتة للعودة في الماتش للأمانة مع هكذا هجوم ممكن إنسيني. ترجع الكرة مرة أخرى إيميرسون وينو الراس خطيرة وينك يا فيالي وينك يا التوبيلي هذه كرة التوبيلي ابقى كان يصفق
كان يصفق. مشينا من المونديال لوتارو مارتينيز صعبة جدا. دوناروما ما يخرجش. الهدف الثاني، الهدف الثاني من دي ماريا. أنخل دي ماريا ينهيها الثنائية الأرجنتينية. الهدف الثاني لوتارو، جول واسيست نجم الشوط الأول. ودي ماريا بذكريات اصطياد البرازيل يضرب الدفاع الإنتين. الآن هي بطلة الفيناليسيما. خطيرة طويلة، مشكل تمشي كرة ملعبها طويلة، ترجع بالرأس وفي خطة للأرجنتين مع ورقة صفراء. دي بول يحدث القاضي دون الفعل. عندهم الكبرياء، يمشي جورجينو تقدم لاوتارو، لكن رجعت لإيطاليا. رجعت الكرة عن طريق اللاعب لاتزاري وفي خطة لإيطاليا. إيطاليا الأرجنتين. بارماريا يخسر كرة، فماش خطا. ايطاليا جورجينو يلعب. ايطاليا في محاولة العودة، الدخول، المراوغة، متابعة بكرة. ماذا يفعل؟ الكرة خطيرة، لوكاتيلي وضعيفة من لوكاتيلي والحارس. كرة من كرة خطيرة، ترجع دي ماريا. كاغولاتو انخيل. دوناروما يتصدى. موسيقى هذه الرومبا يا دوناروما. ايطاليا احسن في بداية الشوط ولكن بدون انياب، بدون هجوم. باريلا وفي فاول، خطا للارجنتين. الترسير وانخيل. الله على دوناروما الرائعه، وجدت الاروع. دي ماريا انت ولد عالمي. والكوره عند وبونوتشي اسم، وهدف ثالث. ايش يعمل دوناروما بذكريات سانتياغو برنابيو؟ ماذا تفعل يا دوناروما؟ الهدف الثالث من بونوتشي. صعيد الكوبا الى القارة اللاتينية. انا لن تموت الكرة من ليونيل. الثالث ومرة اخرى دوناروما يتألق. رجل الصوت الثاني دوناروما. اكثر تكامل بين الخطوط من ابطال العالم 78 و86. خطى الطليان تنافسوا، الطليان خرجوا. فماش اوف سايد. الثاني الجاي ميسي. جول 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 جول. وضاعت الفرصة، ضاعت الكرة. وقت اللي قوي الريتم ضاع ويذيع فيها عبد. جيب المونديال، تشيل مارادونا، يمشي ميسي. جول. لا 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 لا. فار قالوا في الشبكة دوناروما وميسي. كرة اوت من ليو. ميسي دوناروما. ميسي في باريس لم يلعب هكذا. لونتين تفرح. ميسي 1-2. ديما غادت. ميسي خطيرة. وفرصة، الهدف الثالث. الهدف الثالث للأرجنتين. ودوس تريس مايسترو آخر، فنان آخر. Bueno, Iago, una semana muy difícil, pero qué mejor manera de empezar el año. Sí, la verdad que bueno, como sabéis, hemos tenido algunas bajas de algunos compañeros. Gracias a Dios están todo muy bien, ya nos podrán ayudar en el siguiente partido. Bueno, la verdad que una victoria muy importante, un campo muy difícil contra tercer clasificado, haciendo las cosas muy bien en su campo, pero bueno, creo que hemos dado un zarpazo muy bueno. El equipo ha estado muy bien en el aspecto defensivo. Bueno, arriba siempre tenemos bastantes ocasiones, solemos meter goles y bueno, cuando dejamos la puerta a cero, lo normal es que puntúes. Y un doblete y sobre todo el segundo gol, menudo golazo. Sí, la verdad que muy contento de poder empezar el año así. El segundo, pues bueno, he estado listo porque sabía que al quedarle corto a Santi, el defensa iba a intentar regatear para afuera. Bueno, se la he leído, me he intentado meter delante de él, como dije yo, o me hace penalti o me la llevo. Y bueno, creo que porque lo tenía atrás, no ha querido meter el pie para